النهارده اليوم ال 22 في عمر الدوره بتاعتي. بسم الله ما شاء الله الاوزان عندي كويسه جدا، والاوزان عندي تقريبا متوسط الوزن عندي ومتوسط التجانس اللي موجود عندي في الفراخ والنشاط الحيويه الحمد لله كويسين جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا في احسن الاحوال. اهم حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم النشاط والحيويه في الفراخ قدام حضراتكم. مهم جدا انك تتابع الفراخ بتاعتك وتتابع الاوزان، ومتابعه الاوزان من الاشياء مهمه جدا. كل سنه حضراتكم بتابعوا هذا، ندخل على فصل الخريف وبدا الجو بالليل يبرد حبه صغيره كده. نخلي بالنا يا جماعه، مهم جدا نخلي بالنا من درجات الحراره ونحاول نحافظ على درجات الحراره قدر الامكان في النهار وبالليل. كمان نسبه الرطوبه في المكان، وكمان التهويه مهمه جدا جدا جدا، وزي ما احنا عارفين نظافه الفرشه من الاشياء المهمه جدا. طبعا كلنا عارفين اليوم ال 21 وال 22 من عمر الفراخ. انا اسف طبعا على الصوت، لكن الشفاط عندي اشتغل تمام. طبعا انا موصل على لوحه التحكم زي ما انتوا حضراتكم عارفين متابعين معايا الدورات، واحنا طبعا شغالين بالاضاءه زي ما انتوا شايفين الازرق والاخضر. طبعا اللي عايز يرجع ويشوف موضوع الاضاءه دوت هتلاقي اللينك دلوقتي بتاع الفيديو موجود في علامه الايفون، وهسيب لكم برده اللينك بتاعه في الديسكربشن. انا بتمشى يا جماعه في المكان اهوت وبوريكم برده التجانس، مدى التجانس بتاع الفراخ. ان شاء الله النهارده بالنسبه للناس اللي بتحب الخلطات ان شاء الله ممكن ننزل النهارده خلطه، ما فيش اي مشكله. طبعا احنا زي ما انتم شايفين يا جماعه بصوا كده الشفاطات عندي فصلت اهيت تمام، شفاطين عندي فصلوا وبدا النور او النصر اللمض اللي هي الكبيره ال 200 ديت موصل اربعه في مكان. اللمض طبعا والشفاطات والحاجات دي بتشتغل اوتوماتيك، كل شغل اوتوماتيك مجرد وصول الحراره حسب النظام اللي انا ظابط عليه من لوحه التحكم. كنا صورناها قبل كده حضراتكم لوحه التحكم يا جماعه، دي لوحه التحكم اهي يا جماعه تمام. انا ظابط لوحه التحكم اهي. طبعا احنا النهارده اللي ب 22، انا ظابط لوحه التحكم يفصل عندي عن درجه 27.5، وعندي برده التايمر بستخدمه في بعض الاوقات تمام. مهم جدا يا جماعه الحاجات دي عشان نقدر نتحكم في درجه الحراره بالليل وبالنهار. طبعا الخليه كنا اتكلمنا عنها قبل كده. بالنسبه طبعا لموضوع الخلطات، الناس اللي عايزه الخلطات طبعا النهارده برده مع حضراتكم هنوزن ونشوف متوسط الوزن عندك كام، المفترض يكون كام في اليوم ال 22. انا عايز بس حضرتك كده وانت معايا تركز معايا في الفراخ وتبص على النشاط والحيويه اللي موجودين، وكمان تبص على التجانس. الحمد لله انا نسبه النافي عندي تقريبا صفر، مفيش اي نافي، مفيش اي عرج، مفيش اي امراض الحمد لله، مفيش اي اسهالات. وطبعا زي ما قلنا حضراتكم في منتج احنا شغالين بيه ولسه تحت التجربه، وان شاء الله باذن الله قريب جدا هقول لكم على المنتج ده ايه. المنتج ده بيتاخد مرتين في الدوره، مره في الاسبوع الثاني ومره في الاسبوع الرابع. خلونا نرجع لموضوع الخلطه، وبالنسبه للناس اللي عايزه تعمل خلطه النهارده هقول لكم على خلطه مهمه جدا جدا، ومهمه جدا في العمر ده. هنستخدم البنش، نبدا نستخدم يا جماعه بقى البنش، ونبدا نستخدم الحلبه مهمه جدا، والخميره البيره مهمه جدا جدا. تبدا تعمل الخلطات. طبعا الحاجه الثابته اللي معانا هو البصل والثوم والليمون. بعد كده تبدا تضيف عليهم بقى طبعا البنش، وتبدا تحط الخميره على الميه. موضوع الخل يا جماعه ناس كتير بتسالني على موضوع الخل، الخل مهم جدا جدا جدا، ممكن نبدا بيه من ثالث يوم في الدوره، نستمر بيه متواصل على الميه كانه ميه عاديه، بنضيفه على كل انواع الميه حتى لو الميه فيها مضاد حيوي او فيها اي علاج، مفيش مشكله خالص انك تنزل معايا الخل. خل مهم جدا، احماض عضويه مهمه جدا جدا جدا. نرجع لموضوع الخلطه تاني، قلنا البصل والثوم والليمون، وهنضيف عليهم البنش، وكمان هنضيف لو عندك كشاشين ولا حاجه ولا خمول في الفراخ شويه ممكن نحط كمون وكزبره مفيش اي مشكله. هنزود نعمل حلبه، هنزود حلبه يا جماعه على البصل والثوم والليمون. الخل هيبقى في الميه تمام. نعمل حلبه، وبرده نحاول نعمل موضوع الخميره البيره في الميه، بس هنحط الخميره البيره، يبقى يا جماعه بلاش موضوع الخل مع الخميره تمام. هنحط الخميره البيره في الميه ونخليها قدامهم 12 ساعه. ما ننساش برده منشط النمو مهم جدا جدا جدا، والادويه المختلفه لرفع المناعه، ادويه المناعه مهمه جدا يا جماعه في العمر ده تمام. لان طبعا كل ما الفرخ بيكبر معانا كل ما المناعه بتاعت الفرخ بتقل شويه، فنحاول نهتم شويه بموضوع رفع المناعه وتنشيط النمو تمام. يا جماعه دي الفراخ عندي كلها اهي بسم الله ما شاء الله، فراخ كويسه جدا. يبقى نقول تاني الخلطه عشان الناس اللي مش متابعه معايا، بصل ثوم ليمون حلبه، هنحط بانش مفيش مشكله. ممكن بقى نزود عليه زي ما قلنا كمون وكزبره مفيش اي مشكله برده. ممكن طبعا هنزود وهنشتغل بالكركم مهم جدا جدا جدا. عايز تاخدوا التصفيه بتاع البصل والثوم والليمون وتحطها على الميه برده مضاد حيوي وقوي مفيش اي مشكله. عايز تحط خميره برده مفيش مشكله. عايز تحط الخل طبعا قلنا ثابت معانا مهم جدا جدا جدا.
طبعا اللي احنا ماشيين عليه وحسب الجدول بتاعنا اليوم ال21 وال22 وال23 المفروض ان ده ميعاد جرعه الكوكسيديا والكولستريديا، مهم جدا جدا جدا. دي تاني جرعه، كنا الجرعه قالوا لنا الجرعه الاولى في اليوم العاشر وال11 وال12، الجرعه الثانيه 21 و22 و23 من عمر الفراخ. تعالوا مع بعض بقى نشوف دلوقتي متوسط الوزن عندك كام المفروض في اليوم ال22. تعالوا بقى دلوقتي يا جماعه نروح متوسط الوزن نشوف متوسط الوزن عندنا كام في اليوم ال22. نشوف كده اي حاجه. بسم الله بسم الله. بس يا جماعه اهو بسم الله ما شاء الله، كيلو 415 و420 جرام. تمام اهو يا جماعه بسم الله. شوف حاجه تانية برضو بسم الله بسم الله. شوف كده يا جماعه، كيلو 345 او 40 جرام. تمام شوف حاجه تانية بسم الله. اهو يا جماعه نتحرك اهو، هنتحرك في المكان كله اهو بسم الله بسم الله. بص يا جماعه، كيلو 390 جرام، تقريبا داخل على كيلو 400 جرام. تمام ده المفروض متوسط الوزن عندك في اليوم ال22، وتبقى الحيويه بالمنظر ده وعندك المكان كويس والارضيه كويسه وكمان التهويه والحراره مهمين جدا جدا جدا. متنسوش بقى تعملوا لايك الجميل للفيديو، وكمان تعملوا اشتراك القناه لو عجبك محتوى القناه. كان معكم اسلام نصر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.